السلام عليكم ومرحبا بكم في الحصة الخاصة في الشانجمون دو لا لوا دو فينونس 2024. إذن هذه هي أول حصة يعني في الشانجمون ديال لا لوا دو فينونس ديال 2024. غادي نهضروا على ترونسبور. بالنسبة للترونسبور كاينين مجموعة ديال لي طو، كاينه الفئة الأولى اللي كتخضع لوطو 13 12 10، وكاين الفئة الثانية اللي كتخضع 16 18 20. بالنسبة للفئة الأولانية اللي هي 13% ابتداء من جونفي 2024، وكاينه الفئة الثانية اللي كتخضع لوطو ديال 16% ابتداء من جونفي 2024. إذن هنا غادي نشوفوا شكون هما لي زوبيراسيون دو ترونسبور اللي كتخضع 13%، وشنو هما لي زوبيراسيون دو ترونسبور اللي كتخضع 16%. هادشي فقط في 1 جونفي 2024، يعني في هاد السنه. الا شفنا غادي نلقاو ان ترونسبور كان من قبل كيخضع لوطو ديال 14% اللي هو افيك دووا ا ديديكسيون. هنا هاد لي زوبيراسيون دو ترونسبور كتخص لي فواياجور اللي هما المسافرين اي لي مارشاندي اللي هما السلع. هنا غادي نشوفوا شنو هما يعني لي ترونسبور اللي كيخضعوا لوطو ديال 13%، شنو هما انواع ديال الترونسبور اللي كيخضع 16% ابتداء من 1 جونفي 2024. اذا هنا الى مشينا الترونسبور غادي نلقاو جوج ديال الانواع اللي كيخضعوا لوطو ديال 13%. كاين لي زوبيراسيون دو ترونسبور روتي اللي هو النقل الطرقي، وكاين كذلك لي زوبيراسيون دو ترونسبور اغبا اللي هو النقل الحضري. فيما يخص بالنسبه لي زوبيراسيون دو ترونسبور اغبا اللي هو النقل الحضري، كاين فيه اوتوبيس اللي هو طوبيس، كاين كذلك طاكسي، تراموي الى اخره. هادو كيخضعوا لي زوبيراسيون دو ترونسبور اغبا واللي لوطو ديالو هو 13%. كاين الفئه رقم 2 اللي هما لي زوبيراسيون دو ترونسبور روتي اللي هما لي بيرسونيل لي فواياجور اي لي مارشاندي، يعني هذا ديال الطرق، يعني بحال كنقولوا ترونسبور ديال الطرق، يعني يا اما ديال لي بيرسونيل يا اما الفواياجور يا اما المارشاندي. هادو كذلك حتى هما كيخضعوا لوطو ديال 13% ابتداء من 1 جونفي 2024. ما نساوش ترونسبور توريستيك حتى هو كذلك كيخضع لوطو 13%، وهاد ترونسبور توريستيك فكنقصدوا به النقل السياحي. هذا فيما يخص 13% وانواع الترونسبور اللي كيخضع لوطو ديال 13%. كاين كذلك لوطو ديال 16% اللي كيخص لي زوبيراسيون دو ترونسبور فيروير، وكاين كذلك لي زوبيراسيون دو ترونسبور سانيتير. بالنسبه لي زوبيراسيون دو ترونسبور فيروير هادو خاص بالنقل بالسكك الحديديه، يعني هذا حتى هو كيخضع لوطو 16%. كاين كذلك لي زوبيراسيون دو ترونسبور سانيتير اللي هو النقل الطبي، يعني حتى هو كيخضع لوطو كذلك ديال 16%. كاين كذلك لي زوبيراسيون دو ترونسبور اريان اللي هو النقل الجوي، حتى هو كيخضع لوطو ديال 16%. ثم كاين لي زوبيراسيون دو ترونسبور ماريتيم اللي هو النقل البحري، سواء كان هذا الترونسبور ماريتيم ديال لي فواياجور او كان لو ترونسبور ماريتيم ديال لي مارشاندي، يعني هادو دائما كيخضعوا لوطو ديال 16% ابتداء من 1 جونفي 2024. اذا هنا السؤال يعني كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد لي زوبيراسيون دو ترونسبور في الفاه دو فورماسيون. اذا هنا دائما الدوسي ديال التيفيا غادي يكونوا جوج ديال لي زوبيراسيون او ثلاثه ديال لي زوبيراسيون، ولكن دائما هنا خصنا نردوا البال. قبل ما نهضروا على هاد ليكزومبل على المارشاندي او على ترونسبور بصفه عامه، غادي نهضروا على لي زوبيراسيون دو ترونسبور سكولير. يعني بالنسبه الى عطاونا مثلا واحد السؤال يعني اشكال بحال هذا السؤال هذا، يعني لي زوبيراسيون لي دو ترونسبور سكولير فهما اكزونيري دو لا تيفيا ولكن سون دووا ا ديديكسيون حسب لارتيكل 91 في الفقره 4 من كود جينيرال دي زامبو. اما بالنسبه لي فواتير دو ايكونوميك او لي فواتير ايكونوميك هادو حتى هما كيخضعوا لوطو ديال 10% ولكن افيك دووا
اديديكسيون حسب الارتيكل 93 بي الفقره 1 من كود جينيرال دي زامبو. وهاد لو فواتير ايكونوميك حتى هي بقات في 10% يعني ابتداء من 1 جانفي 2024. اذا غادي نمشيو للاكزومبل هنايا عندنا مجموعه ديال اكزومبل ديال واحد لا سوسيتي عندنا 11/1/2024 بيمو بار شيك دو فري دو ترونسبور. يعني هنا لا سوسيتي خلصات بار شيك يعني خلصات مصاريف ديال ترونسبور الثمن ديالها 3560 تي دي سي. اذا هنا بالنسبه للريجيم دونكيسمون اذا هنا غادي نهضروا على الريجيم دونكيسمون. اذا الى بغينا نحسبوا تي فيا سير لي فري دو ترونسبور غادي ناخذوا 3560 نقسموها على 1.13 ونضربها في 13%. اذا غتعطيني هنا تي فيا اللي يمكن ليا نريكيبيري على ترونسبور هو 409.56. بالنسبه للحاله رقم 2 هنا 11/2/2024 paiement par chèque bancaire, la facture de transport servante assurée par un transportateur. Thème de la loi 7000 dirhams hors taxe. Et donc, بالنسبة à دائما في نفس الريجيم اللي هو ريجيم دونكيسمون غادي ناخذ ديك 7400 وغنضربها في 13% غتعطينا 762 درهم. كاين كذلك اخر اوبيراسيون اللي هي جاتنا في 14/2/2024 اللي هي acquisition d'un minibus destiné au transport collectif de personnel. الثمن ديال هاد الاقتناء ديال هاد الميني بيس الثمن ديالها هو 240000 درهم. البيمو كاين على شكل اشطر او شطرين يعني هنا لا سوسيتي غتخلص للمواطن اللي هو النص يعني 50% بار شيك و 50% يعني بيباب على فاه دو موا مارس 2024. اذا هنايا بالنسبه للريجيم دونكيسمون دائما كنشوفوا داكشي اللي تخلصنا فيه يعني انه هنا غادي يعني تخلصنا او خلصنا يعني 50% يعني خلصنا 50% بار موتي بار شيك يعني هنا غندخلو فقط بار شيك. يعني هنا تي فيا سيغ ميني بيس غناخدو ديك 240000 درهم وغنقسموها على جوج او غادي ناخدو 240000 درهم ونقسموها على جوج غتعطينا 120000 درهم غنضربها في لوطو ديال 20% يعني 20% إذا ضربناها ب 120000 درهم غتعطينا 24000 درهم. إذا 124000 درهم هي تي فيا غادي نريكيبيريو على هاد المينيبيس ولكن تي فيا سيغ ايموبيليزاسيون. إذا هنا عندنا أنواع ديال لي كلاس. وقت ما سمعنا اكيزيسيون دائما هنا كنمشيو للكلاس 2 وإلا سمعنا يعني اشا غادي دائما هنا كنمشيو للكلاس 6. غير بالنسبه للاكيزيسيون دائما كتكون عندنا تي فيا سير ايموبيليزاسيون وبالنسبه للكلاس 6 دائما كتكون عندنا تي فيا ريكيبيرابل سير شارج. وهنا دائما كيف ما قلنا ان لا مواتي غتخلصوا لا سوسيتي بارشيك ولا مواتي غتخلصوا يعني في موا مارس او في الديكلاراسيون ديال مارس. اذا هذا هو الشونجمون اللي جات به لالوا دوفينوس 2024 فيما يخص ترونسبور. موعدنا الى حصه اخرى في شونجمون اخر في لالوا دوفينوس 2024 والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.